اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بتتناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. اكتشفت شركه جالاكسوس ميسك لاين، كانت سابقا يا جماعه الشركه دي بيسموها جالاكسو ويلكم، مع شركه ايكوس مادة اسمها مادة التادالفيل. الكلام ده يا جماعة كان في شهر 8 1991، حيث كانت تعمل الشركة في 1993 على دواء خاص بالقلب. في سنة 1994 حصلت شركة ايكوس على براءة اختراع للدواء من مادة التادالفيل. سنة 1995 بدأت التجارب عليه، في 1997 بدأت المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وأخيرا وافقت الـ FDA عليه وبدأت المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب. عايز أقول لكم يا جماعة اتنازلت شركة جالاكسو لشركة ليلي، وبعد كده تمت الشراكة ما بين شركة ايكوس وليلي، وأعلنت للجمعية طب المسالك البولية الأمريكية إن تأثير المادة دي في علاج ضعف الانتصاب يستمر ل 36 ساعة نظرا لطول فترة نصف العمر بتاعته. سنة 2007 اشترت شركة ليلي شركة ايكوس بالكامل يا جماعة مقابل 2.3 مليار دولار، واصبحت تمتلك سيالس بشكل حصري. عشان كده لما تمسكوا علبة سيالس، الناس اللي بتشتري سيالس هيلاقي مكتوب عليها إلي ليلي. عايز اقول لكم اشتركت شركة يونايتد ثيرابيوتكس من شركة ليلي حقوق استخدام الدواء بشكل حصري لعلاج حالة واحدة بمبلغ 150 مليون دولار في أمريكا. كل ما يجب معرفته عن مادة التادالفيل المستخدمة كثالث مادة يوافق عليها العلاج ضعف الانتصاب هنعرفه في الحلقة دي، ولكن بعد الفصل. ورجعناكم تاني بعد الفصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي ماده التادالافيل؟ الماده دي يا جماعه الصيغه الكيميائيه بتاعتها C22H19N3O4. الماده دي مشهوره باسم تجاري اسمه سيالس، شركه الي ليلي زي ما شرحت لكم ازاي قالت المنتج ده لشركه الي ليلي في بدايه الحلقه. من ضمن الاسماء التجاريه اللي موجوده عندنا برضو هنا في مصر، شركه ايبكس عامله في صوره منتج اسمه ستاركو بريكس، تادا لونج اللي هو شركة الأندلس، تادا نيرفي اللي هو شركة نيرهادو انترناشونال، دايمونوريكتا شركة إيفا فارما، سيبالا فيل شركة ماش، كيمبوريك شركة العاشر من رمضان، سنافي وإريكتاليس. الأشكال الدوائية والتركيزات اللي موجودة من هذه المادة يا جماعة اللي هي التادالافيل موجودة في صورة أقراص، تركيز 2.5 و5 و10 و20. في عاملين منها عبارة عن فيلم يا جماعة سريع الذوبان بتركيز 5 ميلي جرام و20 ميلي جرام. تصنيف الدواء زيه زي الفياجرا ومادة الفاردينافيل اللي أنا كلمتكم عليه في حلقتين قبل كده، وهحط لكم اللينكات بتاعتهم أسفل الوصف بتاع الفيديو. من نوع مثبطات الفوسفودايستريز النوع 5. التجارب اللي تمت عليها يا جماعة المادة دي تم تجربتها على 8,015,000 رجل، وتمت موافقة الـ FDA عليه في 21-11-2003 كتالت دواء بعد الفياجرا أو والليفيترا لضعف الانتصاب. طيب طريقة عملها، هو بتعمل زيهم، هو تثبيط بس انزيم الفوسفودايستريز انزيم، وبعد كده ده بيزود لي مادة اسمها السايكليك جي ام بي، فدي بتعمل ايه؟ تحسين لتدفق الدم في العضو الذكري عن طريق ان هي بترفع مادة اكسيد النيتروجين او اكسيد النيتريك اللي هو الـ NO اللي بيفرزه الجسم في اوقات الاثارة الجنسية، فبيحصل توسيع للاوردة المغذية للعضو الذكري وبيحدث الانتصاب. طب يا جماعة بالنسبة لاستخدامات هذه المادة، استخدامات بتاعتها مش ضعف انتصابه بس، ليها استخدامات تانية، فخلي بالكم ركزوا معايا. اول حاجه بيستخدموها لضعف الانتصاب لما الراجل ما يقدرش يحصل على قضيب صلب منتصب او يحافظ عليه مناسب للنشاط الجنسي، ده بيعمل لي تحسين كبير في انتصاب القضيب بحيث يبقى مناسب للنشاط الجنسي بعد التحفيز الجنسي.
خلي بالكو بيستخدم كمان للأمراض البولية المصاحبة لتضخم البروستاتا الحميد لما تصبح الغدة أكبر مع تقدم السن. طب بيحصل إيه اللي في أعراض تضخم البروستاتا الحميد؟ في صعوبة بدء التبول، شعور بعدم إفراغ المثانة، الحاجة المتكررة أو الملحة للتبول الليلي. طب هو ليه بيستخدم الاستخدام ده؟ لأنه بيحسن تدفق الدم لعضلات البروستاتا، فبيبسط عضلات البروستاتا والمثانة، وخلي بالكو بتظهر نتائجه بعد أسبوع أو أسبوعين على الكتير، وهو مرخص من الـ FDA لهذا الاستخدام. من ضمن الاستخدامات الثالثة ليه ان هو علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي للكبار اللي هو Pulmonary Arterial Hypertension. عايز اقول لكم يا جماعة هو برضو بيعمل استرخاء الأوعية الدموية اللي موجودة حوالين الرئتين، فبيعمل تحسين تدفق الدم للرئتين وبالتالي تحسين القدرة والنشاط البدني. وده عايز اقول لكم يا جماعة ان هو مرخص برضو لهذا الاستخدام من الـ FDA منذ شهر 11 2008. كمان يا جماعة بيستخدم لعلاج متلازمة رينود السنوية، واحيانا يا جماعة بيوصفوه بعض الاطباء للنساء اللي بتاخد ادوية اكتئاب بيجي لها ضعف النشوة الجنسية او الشهوة الجنسية، فبيدولها المادة دي عشان يرفع النشوة الجنسية رغم عدم موافقة الـ FDA على هذا الاستخدام. طب يا جماعة بالنسبة للجرعة وطريقة الاستعمال، الحاجات دي يا جماعة او المادة التدلافيل ممكن تتاخد مع الاكل او بدون الاكل. للناس اللي عندها حالات ضعف الانتصاب بيتاخد قرص مرة واحدة يوميا بتركيز 5 ميلي جرام، بس بياخدوه في نفس التوقيت. يعني لو واحد عنده ضعف انتصاب دائم يبقى بياخد قرص واحد 5 ميلي جرام في نفس التوقيت يوميا، ممكن يقلله حسب الفعالية او يزوده لاكتر من كده، بس ممكن يقلله ل 2.5 ميلي جرام حسب الاستجابة. ده بيتيح عملية الانتصاب عند التحفيز الجنسي في أي وقت خلال الـ 24 ساعة، وبالتالي المادة دي بتبقى مفيدة جدا للرجالة المتوقع عليهم النشاط الجنسي إن يكون أكتر من مرتين في الأسبوع. ولكن في حالة اختلال الكبد البسيط أو المعتدل، الحد الأقصى للجرعة 10 ميلي جرام في اليوم. طب لو واحد هياخد القرص التركيز العالي اللي هو الـ 20 ميلي جرام، بياخده طبعا قبل الجماع بنص ساعة، مفعوله بيستمر لمدة 36 ساعة. بعد تناول القرص ال 20 ملي جرام يا جماعة تظل بعض المواد الفعالة في الجسم لمدة يومين على الأقل. لكن في حالة مشاكل الكلى، يعني لما واحد يكون عنده تصفية الكرياتينين من 31 ل 50 ملي في الدقيقة، الجرعة المطلوبة من المادة دي ب 5 ل 10 ملي جرام كل 48 ساعة، يعني كل يومين. لكن في حالة القصور الكلوي الشديد زي مثلا واحد بيغسل كلى، بتبقى تصفية الكرياتينين أقل من 30 ملي في الدقيقة، هاخد 5 ملي جرام كل 3 أيام مرة واحدة بس. لكن في حالة تضخم البروستاتا الحميد، الجرعة إيه؟ بناخد 5 ملي جرام مرة واحدة في نفس التوقيت يوميا. لكن لو واحد عنده مشاكل في الكلى المعتدلة بياخد تركيز من 2.5 ل 5 ملي جرام مرة بس يوميا. لكن في مشاكل الكلى الحادة غير مستحب اني اتناول هذه المادة لعلاج خلل او تضخم البروستاتا الحميد. برضو في حالة اختلال الكبد البسيط والمعتدل مش مستحب ان انا استخدم هذه المادة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد. بعد كده يا جماعة لحالات ارتفاع ضغط الدم الرئوي، هاخد 2 قرص 20 ملي جرام يوميا، يعني باخد في اليوم 40 ملي جرام في اليوم. لكن لو في حالة القصور الشديد في الكلى مش مستحب، لكن لو في مشاكل في الكلى بسيطة أو معتدلة باخد الجرعة بتاعتي من 20 ل 40 ملي جرام مرة في اليوم عشان أعالج حالات ارتفاع ضغط الدم الرئوي. في حالة اختلال الكبد البسيط أو المعتدل هاخد بس 20 ملي جرام في اليوم، لكن في حالة القصور الكبدي الحاد أو أمراض الكبد الحادة الشديدة غير مستحب إن أنا أستخدم هذه المادة لارتفاع ضغط الدم الرئوي. في حالة متلازمة رينود السنوية، الجرعة بتاعتي بتبقى 20 ملي جرام مرة واحدة كل 48 ساعة، يعني كل يومين. مفيش تعديل يا جماعة لجرعة كبار السن أكبر من 65 سنة. يعني لو واحد كبير في السن عنده 65 سنة هقول إن أنا لازم أقلله جرعة؟ لا، مفيش تعديل للجرعة، بياخد نفس الجرعات اللي احنا قلنا عليها. ولكن خلوا بالكوا عشان محدش يضحك علينا، المادة دي مش فعالة في حالة عدم وجود مشاكل في الانتصاب.
يعني لو واحد عنده مشاكل في الانتصاب غير ضعف في الانتصاب، يعني العملية مش مجرد ضعف في الانتصاب، مش هيعالجها له. كمان يا جماعة ما بيعالجش سرطان البروستاتا، هو بس بيعالج الأعراض بتاعة تضخم البروستاتا الحميد. طيب طرق إعطاء الدواء، بناخده عن طريق الفم يا جماعة. التوافر الحيوي بتاعه بيختلف من شخص لآخر، نسبة الربط البروتيني بتاعة الدواء ده يا جماعة بنسبة 94%. الاستقلاب والأيض بتاع الدواء يا جماعة بيتم في الكبد، فترة عمر النصف حيوي حوالي 17 ونص ساعة. الإخراج بتاعه 60% عن طريق البراز و30% عن طريق البول. بداية الفعالية بتاعته بعد نص ساعة بيشتغل، مدة الفعالية بتاعته بيستمر حتى 36 ساعة. لو نسيت الجرعة ما نقدرش ناخد جرعة مضاعفة بالنسبة للناس اللي بتعالج بيه حالات الأمراض معينة، فما ينفعش ناخد جرعة تانية هتزيد عندي الآثار الجانبية، لأن لو زودت الجرعة هتزيد عندي الآثار الجانبية اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي. طب يا جماعة إيه هي الآثار الجانبية؟ نفس آثار السلدينافيل أو الفياجرا اللي اتحدثت عنها في فيديو الفياجرا يا جماعة، هحط لكم لينك الفيديو اسفل الوصف بتاع الفيديو علشان برضو تشوفوها، ولكن هركز معاكم. المادة دي كمان بتزود على الآثار الجانبية ان هي بتعمل انخفاض في الحيوانات المنوية، يعني لو راجل لسه متجوز جديد وعاوز يحصل حمل ممكن تسبب عدم حدوث الحمل، تبقى سبب من الأسباب دي، فنخلي بالنا. بيعمل أحيانا القزاح أو الانتصاب الطويل المؤلم، ودي حالة خطيرة جدا يا جماعة، قلنا ممكن تدمر أنسجة العضو الذكري لو استمرت أكبر أكتر من 4 ساعات، ممكن تسبب دوخة خاصة لكبار السن اللي أكبر من 75 سنة. كمان يا جماعه بتسبب نوبات فقدان للذاكره، بتسبب نزيف القضيب، نزول دم في السائل المنوي. كمان ممكن تسبب لي نوبه قلبيه وسكته دماغيه للناس اللي عندها مشاكل في القلب وذبحه صدريه، قد يصل الامر الى موت مفاجئ. طب الحل ايه؟ توقف عن ممارسه العلاقه لو حسيت سيادتك باي اعراض فيها الم صدر، فيها دوخه، فيها غثيان اثناء الجماع. بالنسبه للعين يا جماعه للاسف ليه مشاكل على العين، بيعمل عدم وضوح الرؤيه، رؤية لون ظل أزرق للأشياء لدرجة صعوبة التفرقة بين اللون الأزرق والأخضر، تورم الجفون، ألم وإحمرار في العين، طنين الأذن أو رنين الأذن. عايز أقول لكم في شهر 5 2005 اكتشفت الـ FDA أنه مرتبط بضعف النظر، وأيضا وصلت لتقارير وقوع حالات صمم مفاجئ، وطالبت الـ FDA يا جماعة الشركات الأدوية بوضع ملصق تحذيري على العبوات بشأن ان الدواء ده ممكن يعمل لك فقدان مفاجئ للنظر وفقدان مفاجئ للسمع. طب يا جماعة بالنسبة لموانع استعمال الدواء، اول حاجة متلازمة ستيفن جونسون او التهاب الجلد التقشيري، يعني ده مرض زي طفح جلدي وحاجات الحساسية، ده يدل على ان الدواء جسمك بيتفاعل معاه بطريقة غلط فما ينفعش تاخده تاني. تشوه القضيب او داء بيروني، الناس اللي عندها سكتة العين، يعني ايه سكتة العين؟ اللي هو فقدان البصر بسبب اعتلال البصر الامامي غير الشرياني، او الناس اللي عندها التهاب الشبكية الصباغي، وده عبارة عن مرض وراثي نادر بيصيب العينين يا جماعة. الناس اللي عندها قرح ونزيف في المعدة، خلي بالكو ان كل المنتجات اللي فيها مادة التدلافيل بتحتوي على اللاكتوز، وبالتالي ممنوع لمرضى حساسية السكر. على مستوى الحمل لو انا هستخدمه في الحمل يا جماعة لواحدة مثلا كان عندها ارتفاع في ضغط الدم الشرياني او لحالة صحية معينة، هو كاتيجوري بي، يعني ما استخدموش الا لو كانت الفايدة بتاعته اكتر من الضرر اللي هيجيبه. غير مخصص طبعا للاطفال والمراهقين اقل من 18 سنه عشان المراهقين اللي بتحب تجرب الحاجات دي. كمان غير مخصص هو اصلا للنساء الا في حالات الضروره، بيتوصف طبعا الـ FDA مش موافقه على استخداماته للنساء، ولكن في بعض الاطباء بيكتبوه لحالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني. في كمان بعض الحالات يا جماعه غير معروف تاثير الدواء عليها، يعني مثلا لو واحد عنده ضعف انتصاب نتيجه جراحه الحوض، لو واحد عامل ازاله كليه او جزئيه للبروستاتا اللي بيتم فيها قطع اعصاب البروستاتا او الاستئصال الجذري غير العصبي، الحالات دي ما بيبقاش معروفه هيجيب معاها فاعليه ولا لا. كمان يا جماعه لازم تعرفوا ان الدواء ده ما بيزودش الرغبه الجنسيه وما بيحميش من الامراض المنقوله جنسيا ولا يعتبر مانع للحمل. التحذيرات والاحتياطات، الناس اللي عندها فقر الدم المنجلي، ده عبارة عن خلل في كرات الدم الحمراء، الناس اللي عندها الميلوما المتعددة اللي هو سرطان النخاع العظمي، الناس اللي عندها مشاكل الكبد والكلى،
تلتزم بالجرعات اللي أنا قلتها في الجرعة وطريقة الاستعمال. بالنسبة للتدخلات الدوائية، نفس التدخلات الدوائية بتاعة السلدنافيل أو الفياجرا اللي أنا حاطط لكم اللينك بتاعه أسفل الوصف بتاع الفيديو. لكن نخلي بالنا، الناس اللي بتشرب كحول بيزود ساعتها عنده خطر الدوخة لما يجي يقف، وبيؤثر كمان على الانتصاب. الكحول يا جماعة بيضعف الانتصاب. عصير الجريب فروت نخلي بالنا، لو خدته مع الدواء ده او اكلت جريب فروت بيزود التسمم بالتدلافيل اللي هو مادة السيالس. كمان يا جماعة بيسبب مع عشبة سانت جون بيقلل فعالية وتركيز مادة التدلافيل او السيالس. طب امتى يجب الاتصال بالطبيب؟ لما يحصل عندك نقص مفاجئ او فقدان مفاجئ للرؤية، ضعف او فقدان مفاجئ للسمع، قزاح او انتصاب استمر لاكتر من 4 ساعات، ساعتها لازم تلجأ للطبيب فورا، لانك انت لازم تدخل طوارئ. طيب لو واحد بياخد مادة السلدنافيل اللي هي الفياجرا عشان يعالج بيها ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو شايف ان اثارها الجانبية مش نافعة معاه، وشايف انه ممكن ياخد التدلافيل، ازاي يحول من السلدنافيل للتدلافيل عشان يعالج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي؟ اول حاجة، سيادتك تتناول اخر جرعة من السلدنافيل او مادة الفياجرا بالليل زي ما انت بتاخدها، وبتبتدي التدلافيل تاني يوم الصبح، توقف الفياجرا او السلدنافيل وتبتدي التدلافيل الصبح. في حالة انك انت كنت بتاخد السلدنافيل او مادة الفياجرا بجرعة اقل من 60 ميلي جرام 3 مرات في اليوم، يبقى البداية بتاعتك هتبتدي تدلافيل 20 ميلي جرام مرة يوميا، وهزودها بعد كده ل 40 ميلي جرام بعد 3 لـ 5 ايام. وصلت؟ تمام. طب لو انت بتاخد سلدنافيل اكتر من 80 ميلي جرام 3 مرات في اليوم، هتبدأ مباشرة على طول تتناول مادة التدلافيل او السيالس بتركيز 40 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم. اخيرا يا جماعة، انا قلت كل حاجة خاصة بمادة التدلافيل للناس اللي حابة تجرب الدواء ده في ضعف الانتصاب، بس حابب اقول لكم على حاجة، الناس اللي ما عندهاش ضعف الانتصاب بلاش تجربوا الادوية. الأدوية ليست للتجارب، الأدوية للاستخدام الطارئ، الأدوية ليست للاستخدام العشوائي، الأدوية للتوعية. لازم الناس تبقى عارفة كل حاجة عن الدواء قبل ما تاخده. ولو أي حد مفكر إن أي دواء ممكن ياخده بيعدي على جسمه وخلاص، فأنت محتاج تراجع نفسك. أتمنى إن الفيديو ده يكون أفادنا. لو أفادنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا ليكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت. ألف سلام.